تاني ماتش انا جبت جون كان بلاعب على ما اظني مش فاكر بقى منيا كانت ايه مش فاكر يعني انما من اول ماتش يعني انا كنت وانا جاي طبعا التمني بتاعي ان انا ابقى بس انا هبقى مع فرقه النادي الاهلي ده حاجه شرف كبير جدا لو بقيت احتياطي معاهم في ماتش هتبقى حاجه هايله يعني جيت من اول ماتش لعبته وبعد كده بقيت اساسي ومن هنا على طول اتخذت منتخب يعني من هذا التوقيت بقى وانت بتتمنى تدخل بس جوه الجيل ده ما شاء الله تاريخك مع النادي الاهلي 6 دوري 3 كاس مصر اول بطوله افريقيه تدخل النادي الاهلي كان الكابتن مختار مشارك فيها وده دايما يعني دايما انا بقولها يا اسامه ده شرف ليا وللمجموعه اللي كانت موجوده ان احنا يعني حققنا للنادي الاهلي اول بطوله افريقيه اول بطوله افريقيه ودي اللي كانت يعني الفتح للنادي الاهلي ان هو ياخد نادي القرن لان احنا طبعا يعني خدنا البطوله دي كانت البطوله دي والسنه اللي بعدها على طول دخلنا وصلنا برضه الدور قبل النهائي السنه يمكن للاسف انا انصبت في هنحكي لسه الفتره دي فيمكن ما كملتش معاهم لكن ده حاجه كانت حاجه هايله جدا بالنسبه لي وديت انا دايما بقولها وبفتخر بيها ان انا كنت مع المجموعه ومع الجيل اللي هو حقق اول بطوله النادي الاهلي اللي هي كانت بسبب فتح بعد كده ان البطوله بقت احنا قربنا هنخش خلاص بقينا يعني زي بطوله الدوري عندنا يعني ان شاء الله انتوا اللي قصيتوا الشريط للاجيال اللي جايه بعد كده ده حاجه طبعا اكيد ان دي حاجه يعني الواحد بيفتخر بيها يعني ما ينفعش نعدي اول بطوله افريقيه للنادي الاهلي والكابتن مختار مشارك مع الجيل الذهبي ده وما نحكيش كواليسها اكيد فيها حكايات حلوه قوي لا فيها كتير طبعا يعني انا فاكر يعني مش هقول لها كلها هاجي في الماتش النهائي اللي هو لعبناه هنا في مصر كسبناه 3-0 الماتش ده كنا بنلعب كوتوكو كانت فرقه من الفرق العملاقه في افريقيا يعني اسمها كان بيرعب احنا كنا بنلعب في استاد القاهره وكنا في استاد القاهره نازلين من اوض اللبس القديمه اللي هي العكس اللي هم بينزلوا منها دلوقتي السلم العالي اللي بتنزل له لا السلم العالي ايوه احنا نازلين احنا الفرقتين وطبعا الدنيا صعبه جدا اول مره نوصل نهائي كاس افريقيا كنا طبعا يعني املا ان احنا نوصل لهذا الامر وكنا حريصين جدا ان احنا نكسب هذا النهائي الفرقه بتاعت كوتوكو واقفين جنبينا بيهزروا وبيضحكوا وبيغنوا وبتاع مش عارف ايه واحنا ما فيش واحد فينا قادر يعني قادر حتى يبص لهم من الشده والتركيز اللي احنا كنا فيه والخوف برضه يعني احنا بنلاعب فرقه كبيره جدا واسمها كبير جدا وبنلاعبهم نهائي وهم متمرسين في الكلام ده واحنا اول مره نوصل للكلام ده فكانت الامور صعبه جدا اليوم دوت فعلا انا بقول ما فيش حد فينا قادر يقول لزميله حاجه ما فيش حد فينا يبص حتى لزميله وهم عمالين يضحكوا ويهزروا وبتاع مش عارف ايه بس هو ساعات الكلام دوت يبقى يعني ممكن يدي تنشان عالي قوي وممكن يبقى فيها يعني ايه فيها سلبيه لكن الحمد لله كان اليوم دوت كانت له ايجابيه عاليه جدا لينا في هذا التركيز لان احنا نزلنا الماتش دوت وكسبنا 3-0 وكسبنا 3-0 وضيعنا بتاع اربع تجوان تاني كنا ممكن نزودها يعني انا في كوره من افضل الكور اللي انا يمكن اشتغلتها يمكن في حياتي في الماتش دوت وضيعتها للاسف وانا رايح للجون وانا يعني ضامن الجون 100% وراح طالعه جنب العارضه يعني هم بيعملوا كده واحنا كنا مركزين كده بفضل الله التركيز بتاعنا واحنا طبعا احنا كنا فرقه كويسه قوي بس احنا برضه ما كناش حاسين بذاتنا احنا يعني انت بتحس بذاتك دايما مع تحقيق الهدف اللي انت بتشتغل فالحمد لله يعني اليوم دوت كان يوم صعب جدا علينا لكن كان يوم حلو بالنتيجه 3-0 طلعنا برغم عن كده روحنا الماتش الثاني برضه ايوه انا عايز احكي بقى كواليس الطياره الحربيه اللي انتوا رحتوها دلوقتي اللعيبه مرفهه وطياره خاصه والاجواء والفنادق بس